الأساتذة الزملاء الأعزاء، طبعا لن أزيد على كلام أستاذنا الأستاذ حسين الجمال فيما يخص شرف المهنة والالتزام بمبادئها وأخلاقياتها، ومن ضمن أخلاقياتها هي الالتزام بالزي الرسمي سواء في المحاكم أو غيرها، حتى هنا في نقابة المحامين، يعني حتى في النقابة هنا المحامي لما يجي النقابة هنا برضو لازم يلتزم بالزي الرسمي، لأن داخل في محراب النقابة نقابة محامين مصر اللي هي من أعظم النقابات، لأنها بترعى أعظم المهن. مهنة المحاماة هي من أعظم المهن، اللي يشتغلها لازم يبقى عارف كده إن هو شغال في مهنة رسالة سامية، الدفاع عن الحقوق، الدفاع عن الحقوق، مهنة لو تتعمق فيها مهنة سامية، المظلوم بيلجأ لك. شوف قد إيه عظمة المهنة، المظلوم، المقهور، المطحون بيلجأ لك، يعني بيلجأ لك عشان تبقى حامي له، حماية، أنت حماية للمظلوم. فشوف عظمة المهنة قد إيه، عشان كده لازم نرقى ونرتقي لهذه العظمة. عشان كده بيقولوا المحاماة رسالة. أنا ما بحبش أبدا أقول لك أنا بنتهي مهنة المحاماة، لا، أنا حامل رسالة المحاماة. فعشان ما أطولش في هذه الجزئيات، الأستاذ حسين الجمال هو أقدر مني بإنه يعني يعلمكم هذه المبادئ وهذه الأخلاقيات. نتكلم على طول، طبعا كلكم جداد في المهنة، وأول ما بتنتهي، أول ما بتقيد في النقابة تشتغل في المحاماة، بتتعرف على طول عند جيرانك، عند قرايبك، عند حبايبك، إنك أنت خلاص فتحت مكتب محاماة أو التحقت بمكتب محامي للتمرين فيه، فعلى طول خلاص بيعتبروك محامي. فبيبتدوا يسألوك بقى ويلجأوا إليك، سواء بيوكلوك في قضية أو حتى للاستشارة. فعلشان كده النهارده هكلمكم في الحاجات اللي هي بدايات الحاجات العملية، التطبيقات العملية والمشاكل العملية اللي هي يعني موجودة دلوقتي في المجتمع. واول ما هتفتح مكتب محاماه او هتلتحق بمكتب محاماه هتلاقيها بتقابلك على طول، دايما الناس بتسالك فيه. واحنا في الايام الماضيه كلها شايفين موجه كده من النصابين الجدد اللي هم بيسموهم المستريحين. المستريح ده اللي بيجمع فلوس من الناس علشان يا اما يتاجر بيها، هو بيتاجرش ولا حاجه، هي عمليه نصب كلها، يعني بيجمع فلوس ويلبس ده في ده ويلبس ده في ده لحد سنه كده سنتين، لحد ما يجمع اكبر قدر ممكن او تبتدي ريحته تفوح بيهرب. وفي منهم بيعملش كده، في منهم بيجمع فلوس ويبني شويه شقق في الاول كده عشان يقول ان عندي مشروع، وبعد كده برضه بيهرب. والشقق تلاقيه بايع الشقه الواحد واثنين وثلاثه. وفي منهم يروح عامل اعلانات ضخمه جدا عن مشروع سكني ضخم جدا، ويعمل اعلانات في الشوارع الرئيسيه واعلانات من الاعلانات المكلفه يعني، وهو ما عندوش مشروع اصلا. فدايما المشكلات دي هي أول حاجة هتقابلك كده، وأول حاجة هتلاقيك بتسأل فيها حتى ولو على سبيل الاستشارة الاجتماعية. يعني إيه استشارة اجتماعية؟ يعني الناس قاعدة مع بعضها وأنت محامي في وسطهم، يقول لك إيه رأيك يا أستاذ في فلان اللي نصب في الموضوع الفلاني؟ فلازم يبقى عندنا على الأقل معلومات عامة بالنسبة لنا إحنا، كافية بالنسبة لهم هما، عن الحاجات دي.
ومتى نلجأ؟ أو ما هو التفكير في عمليات النصب اللي بتحصل في الشقق في موضوع المستريحين بالذات؟ التفكير يروح فين؟ يروح جنائي ولا مدني؟ يروح جنائي ولا مدني؟ خلي بالكم أما يجي لكم مشكلة في المكتب قضية ما، القرار في القضية انك تشتغلها مدني ولا جنائي قرار خطير جدا، قرار خطير جدا. ان القضية دي ارفعها مدني ولا اعمل بها بلاغ في النيابة العامة عشان تمشي جنائي؟ انتوا مركزين معايا؟ الموضوع ده موضوع في منتهى الخطورة مش سهل. نوعية القضية اللي هترفعها عملية مش سهلة، والقرار لما بتاخده صح في نوعية القضية بعد كده بتشتغل القضية صح. فنيجي لواحد جالك مثلا قالك انه فلان خد مني فلوس علشان بشتري شقة عنده، واتفاجئت ان هو ما عندوش مشروع من اساسه، مستريح من المستريحين ومجمع من مجموعة من البشر فلوس عشان يبني وحدات سكنية، وفي الآخر ما بناش. أعمل إيه يا أستاذ؟ هنا بقى التفكير، نمشي جنائي نعمل له نصب ولا نمشي مدني؟ طب لو مشينا مدني إيه الدعوة اللي تترفع على واحد جمع فلوس من الناس وما بناش؟ أو واحد بنى جزء وعمل شقق، بس الشقة دي معها لك ومعها سين وصاد وعين بعد أكثر من واحد. الجانب الجنائي مش هركز فيه قوي على أساس إن إحنا النهارده بصدد الحديث عن الدعوة المدنية. طيب، في واحد في الدعاوى ديت يقول لك انا القضيه ديت خد مني فلوس وعمل وحدات سكنيه وعمل معايا عقد. العقد ده له شروط، من ضمن الشروط الالتزامات اللي المالك هياخدها على نفسه علشان يبني لي الشقه. هو ما بناش، ما التزمش بتسليم الشقه، يبقى ايه؟ يبقى حصل اخلال في بند من بنود العقد. طب هنا ارفع ايه؟ ارفع ايه؟ دعوة ايه؟ ايه؟ دعوة ايه؟ الزام، الزام بتنفيذ العقد. كويس، تفكير كويس برضه. في واحد تاني يقول لك ارفع دعوة فسخ، لان هو اخل ببند من بنود العقد. واحد تاني يقول لك لا، ده بنى الشقة خلاص. أي نعم، هو بعد أكثر من واحد ممكن أرفع دعوة تسليم. تمام؟ فالقرار بتاع أني دعوة قرار مهم جدا، واختيار الدعوة اللي هترفعها اختيار مهم جدا في البداية كده. طيب، في العقود اللي هي بتتم ويكون في طرف من الاطراف اخل بالعقد، مالك ومستاجر مثلا، ايه نوع الدعوه اللي ارفعها؟ دعوه انهاء علاقه ايجاريه، دعوه طرد، دعوه فسخ. الحاجات دي كلها هتستشار فيها في الاول كده، تشتغلها في الاول. هي الحاجات دي العمليه اللي موجوده دلوقتي، نصب في الشقق، المشاكل اللي في عقود الايجار، العقود، العقد نفسه. وتقريبا دي اول حاجه هتشتغلها او هتلاقيها قدامك، هو حد جاي يقول لك اكتب لي عقد يا استاذ. عشان كده النهارده هنبتدي بفكره عامه عن العقد، ثم نبتدي نتكلم عن الدعاوى اللي هي اللي موجوده في التطبيقات العمليه وبتلاقيها دايما في شغلك. طيب، اما نيجي نتكلم عن العقد،
اول حاجه في القانون المدني العقد، العقود، ودي اللي لازم نبقى مسيطرين عليها، لان المحامي ما يعرفش يكتب عقد دي مصيبه، لان المفروض العقود ديت بنتعلمها في كليه الحقوق، ده المفروض، وما زلنا بننادي وهنظل ننادي بان الاساتذه يخرجوا من كليات الحقوق بيعرف يكتب عقد، بيعرف يعمل انذار، بيعرف يعمل اعلان، بيعرف يكتب دعوه. ودلوقتي اظن ان في ماده اسمها التطبيقات، ماده التطبيقات العمليه تقريبا، ده السكشن دي دلوقتي بقوا يمتحنوا الطلبه في صيغه الدعاوى، دي حاجه كويسه، لكن هم بيعتمدوا على ان في الايه تبقى في الامتحان بس، لا انا عايزها في الدراسه نفسها، الدراسه نفسها، يديكم مشكله ويقول كل واحد يكتب صحيفه الدعوه ويجيبها لي، وتبقى دي جزء من الاختبارات العمليه وياخد عليها درجات، لان المفروض تبتدي مهنه المحاماه والحاجات الاساسيات دي موجوده، مش لسه هتيجي في مكتب المحاماه تتعلمها علشان تبتدي بقى تبني عليها وتشتغل بقى في الحاجات الادق شويه. فنتكلم عن العقود. العقود في نوعين من العقود، في عقد، ركز معايا كده، في عقد بيصدر عن اهله وفي عقد بيصدر من اهله. يعني ايه عن اهله ومن اهله؟ عن اهله دي يعني اللي ابرم العقد يملك تنفيذه وبيملكه باراده حره وملزم بما يجي في العقد، لانه عنده الاهليه يملك وعنده كل مقومات كتابه العقد ده عن اهله. طب من اهله؟ واحد بيكتب عقد لكن العقد بتاعه موقوف، زي ناقص الاهليه، زي اللي عنده مشكله عقليه، زي المسجون، دي عقود موقوفه، زي الفضولي، دي عقود موقوفه على الاجازه، ناقص الاهليه يكتب عقد لو بلغ سن الرشد يجيزه خلاص، الفضولي يبرم عقد خلاص، المالك الاساسي الاصلي يجيز هذا العقد خلاص، العقد يسري، يبقى دي من اهله. دي يبقى العقد نفهم من كده ان العقد لازم ان يبرم يكون يملك، يعني واحد بيبيع يملك، واحد بيأجر يملك، واحد في شركه بيعمل عقد شركه هو عنده شركه، يبقى لازم الاول يكون عنده صفه في العقد، والصفه دي هي اللي بتحدد اذا كان هذا العقد بين اطراف صحيحه وعقد ملزم ولا لا. طيب انتوا عارفين ان العقود عهود، العقود عباره عن عهود، واوفوا بالعهود ان العهد كان مسؤولا، يعني اذا ابرمت عقد يبقى لازم يكون في التزامات على اطراف، على في طرفين، اوعى يعني اوعى تيجي تكتب عقد وتروح حاطط التزامات على طرف واحد، هيبقى في خلل. يبقى اما نيجي نكتب عقد بيع مثلا لازم يكون في التزامات على البائع وعلى المشتري، والالتزامات دي بعد كده بيقولوا العقد شريعة المتعاقدين. القانون لا يتدخل بين أطراف العقد إلا إذا كان العقد فيه بطلان لأنه نص على حاجة غير قانونية، لكن طول ما العقود لم تمس القانون، يعني ما فيش حاجة مخالفة للقانون، يبقى العقود ملزمة لطرفيها، يبقى العقد ملزم لطرفيه. أنا بتكلم في العقد عشان بعد كده بقى نروح نقطين بقى الإيه، الدعاوى اللي بتنشأ عن العقود. يبقى العقد عشان تعمله لازم أن يكون ملزم لطرفين، كل طرف عليه التزام. طيب، نيجي بقى للالتزامات اللي على العقد. العقود البيع مثلا، عقود البيع من مالك لمشتري سواء بيع عقارات او منقولات، ساعات البايع يبرم العقد والمشتري يدفع الثمن في المنقول مثلا، ولكن الشيء المبيع تم هلاكه. الحته دي لو اتعرضت لك في الحياه العمليه تعمل ايه؟ المشتري دفع الثمن
وأبرم العقد ولكن المبيع هلك. هنا لازم تحدد هلك في يد مين؟ في يد البائع ولا هلك بعد ما المشتري استلمه؟ وهنا بتحدد الدعاوى اللي هترفعها. لو هلك في يد البائع والمشتري دفع الثمن، يبقى المشتري من حقه سرداد الثمن. طب هلك في يد المشتري بعد ما استلم، خلاص البائع استلم فلوسه اصبح هو المسؤول. طب هلك في يد اجنبي بسبب اجنبي، هنا المشتري في الخيار. لو يستطيع المشتري لقى مصلحته في انه هو يرجع هو والبائع على الاجنبي، من مصلحته انه ينفذ العقد والتعويضات اللي هياخدها من الاجنبي هتكبر هذا الضرر، يبقى يا اما هو والبائع يلجأوا لمقاضاة الاجنبي، او يقول للبائع مالكش دعوه انت وانا هقاضي الاجنبي لو لقى مصلحته في ذلك، او لا يجيز العقد طالما ما استلمش، يطالب بالثمن. نوع الدعوه هنا بيتوقف على مصلحه المشتري. دعوه تعويض للرد الثمن مع رد الثمن، او دعوه الزامه بتنفيذ العقد للمشتري، او دعوه الرجوع على الاجنبي في حاله الهلاك الاجنبي. طيب اما نيجي نتكلم عن العقود، انا عارف ان في الحاله العمليه العقود الايجار بالذات هي اللي بتقابلكم على طول قبل عقود البيع كمان. فاعمل اطلاله كده وامثلكم بقضيه من قضايا في عقد ايجار. يعني عقد ايجار مثلا اتعمل لمدة سنة أو سنتين بين مالك ومستأجر. السنتين التزم فيهم، خلي بالكم معايا عشان أسألكم في الحل بتاع الموضوع ده. السنتين المستأجر التزم فيهم مثلا بدفع القيمة الإيجارية، وبعد ما انتهى العقد المستأجر فضل في الشقة في العين المستأجرة ما أخلهاش وما التزمش بسداد الأجرة، وقعد سنة أو اتنين مش ملتزم بسداد الأجرة الشهرية. هنا المالك يعمل إيه؟ يرفع أنهي دعوة؟ الدعوة اللي هي بتبقى على عقود الإيجار، بتبقى دعوة إيه؟ طرد، إنهاء علاقة إيجارية، فسخ، مش كده؟ طيب، أما يجي هنا المالك لازم يبص الاول لعقد الايجار، هل كان في مكتوب ان يمتد العقد لمدد اخرى طالما لم يخطر احدى الطرفين مثلا؟ طب لو هنا يعني انا عندي مشكله في مكتبي عقد ايجار والملك كاتب في احدى البنود لا يجوز مد العقد لمده او مدد اخرى إلا بموافقة كتابية من المالك وبعقد جديد، وبعد المدة ما انتهت المستأجر فضل موجود في العين وما دفعش القيمة الإيجارية. عرضت هذه القضية على الأساتذة عندي في المكتب قبل ما ابتدي أشتغلها أنا، وكل واحد كان له حل. طب نرفع إيه في الحالة دي؟ دعوة طرد لعدم سداد الأجر. خلي بالك نوع الدعوة دي خطر جدا، اختيار نوع الدعوة خطر جدا. هل نرفع هنا دعوة طرد لعدم سداد الأجرة؟ ها؟ برافو عليك. طب نرفع دعوة إنهاء علاقة إيجارية ولا دعوة فسخ؟ فسخ، مش كده؟ حلو. دعوة فسخ ليه؟ دعوة فسخ ليه؟ لأن هو نص على إنه لا يجوز مد العقد لمدة أو مدة أخرى، يبقى بيفسخ العقد عشان حتى كمان يضمن قيمة الريع مقابل حق الانتفاع اللي المستأجر قعد فيه للعين المستأجرة دون أن يدفع القيمة الإيجارية. لكن لو رفع دعوة طرد، لو رفع دعوة طرد لعدم سداد الأجرة، كده بيعمل موافقة ضمنية على مد إيه؟ عقد الإيجار.
هيروح المستاجر في اول جلسه المحكمه ويروح دافع له الاجره اللي هو خلصت، واصبح بقى العقد ممتد. عشان كده اختيار نوع الدعوه مهم جدا. لو رفعت دعوه طرد ضربت الموكل بتاعك، لو رفعت دعوه انهاء علاقه ايجاريه مع سداد القيمه الايجاريه مش عارف ايه، دي برضه دخلت في حته ازاي انت ما اخترتوش بعد نهايه المده. او عشان كده الدعوه الصحيحه في حاله دعوه فسخ، دعوه فسخ، وهكذا في الحاله العمليه. دايما تقابلنا في الحاله العمليه نوع الدعوه، نوع الدعوه المرفوع. يعني مثلا المستريحين، المستريحين اما يجي واحد عنده شقق عمل مثلا وحدات سكنيه عباره عن مثلا 100 شقه لكن بيعهم ل 300، هو هنا لو لجأ للشق الجنائي هيلجأ بقى لنصر، لبيع ملك الغير. وفي محامين يقول لك بص بقى انا مش هلجأ جنائي لان الجنائي دي انا وحظي انا والمحكمه، ممكن المحكمه تقتنع بارتكاب الجريمة او لا تقتنع، خاصة في قضايا النصب. شوفوا يا اساتذة في قضايا النصب بالذات البراءة فيها سهلة. فلو انت اعتمدت انك انت ترفع على النصاب جرحة نصب وترتكن اليها بس وما تفكرش في حاجات تانية قبلها، انت بين وبين، لان شروط الادانة في قضايا النصب صعبة. لازم ان تثبت الاحتيال، ولازم ان تثبت ان هناك مشروع كاذب، ولازم ان المحكمة تقتنع. وممكن يدخلك النصاب في قصة لا ان المشروع بتاعي حقيقي لكن حصل عندي تعثر، التعثر كذا وكذا او تعثر كذا وكذا، ويدخلك في مواويل. وفي محامي تاني يقول لك انا ايه اللي دخلني في قناعات قاضي الجنح او قاضي الجنايات، ده ما انا ارفع مدني وعندي مستنداتي واقدر اخد حقي مدني. هي اتجاهات وقناعات. علشان كده في واحد يجي يقول لك في القضايا اللي هي بتاعت المستريحين دي، انا بدل ما اروح اعمل بلاغ بالنصب انا ارفع دعوه يا اما بفسخ العقد. ولسه هنتكلم عن دعوه الفسخ بالتفصيل شويه، لان دعوه الفسخ دي من الدعاوى المهمه وتقابلنا كتير في الحاله العمليه. هتكلم عليها بالتفصيل، بس انا بتكلم دلوقتي في اتجاهات ارفع ايه. ارفع دعوه فسخ عشان افسخ العقد واضمن استرد الثمن، او انا عيني في الشقه، الشقه اشتريتها بمبلغ كذا والدولار خلى الجنيه بقى اصبح مالوش قيمه، فبدل ما كنت شاريها من سنتين ثلاثه ب 400,000 الشقه دلوقتي بقت بمليون و 200,000، لا انا نفذ واخد الشقه بدل ما اعمل الفسخ اروح اعمل دعوه تسليم. يبقى شوف الاتجاهات، واحد تقول له يا عم لا انا افسخ، واحد تقول لا انا عايز استلم الشقه، عايز انفذ دعوه تنفيذ، بس بنسميها دعوه تسليم. ودعوه التسليم دي لها قصه معانا برضه ان شاء الله لو في وقت نحكيها لكم النهارده. فهي اتجاهات. طيب اما يكون هرفع دعوه فسخ، دعوة فسخ ودعوة تسليم ودعوة صحة بيع ونفاذ ودعوة صحة التوقيع، هي دي ودعوة المضربة، هي دي الدعوة اللي هتقابلكم في الحالة العملية في بدايات حياتكم. هي دي أنواع الدعاوى المتداولة والموجودة. بس أنا مركز النهاردة على دعوة الفسخ ودعوة التسليم علشان القضايا النصب الكتير في موضوع الشقق دلوقتي. أصبح دلوقتي شراء شقة عملية محفوفة بالمخاطر جدا جدا. اوعى موكل يقول لك انا يعني ياخد رايك في انك في انه يشتري شقه وتستهتر في عمليه انهاء اجراءات الاوراق الرسميه بتاعته، لاني ممكن تجيبه تقول له يلا هات هات البايع ايه امضي اكتب عقد بيع ابتدائي يلا يا عم خلاص كده تمام، وتروح بعد ما يكتب العقد يروح يشتري الشقه يلاقي حد فيه او حد اشتراها قبليه ومسجل، أو يلاقي عليها أخطر حاجة بتحصل دلوقتي قرار تمكين. مين اللي قال؟ برافو عليكي، برافو. اشتغلت في المحاماة؟ أمال إيه؟
بالقال. امال عرفت الموضوع ده ازاي؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال تمكين؟ ايه؟ انت؟ عرفت الموضوع ده ازاي؟ ولقيت المشكلة دي. اتفضلي. في الاخر بقى نشوف. المشكلة دي، المشكلة ديت مشكلة بقت كبيرة جدا جدا. وبتبقى موجودة في الحالة العملية يا إما مقصودة، يعني اللي عامل قرار تمكين وبايع ناصب وعارف إن هيبيعه في الآخر المشتري مش هيعرف يتمكن، أو جت صدفة. واحد متزوج واحدة وحبوا يخلصوا من الشقة عشان يشتروا شقة تانية، فابتدى يشرع في بيعها، وبعد ما باعها مباشرة ولسه أثناء التسليم حصل مشكلة ما بينه وبين مراته وهي حاضنة، هو بيبيع والست هانم راحت تعمل قرار تمكين عند قاضي التنفيذ اللي بتعمل عند النيابة العامة الأول، وهو ده اشترى عينه ودفع الفلوس، وبعد ما قعد صدر، كان صدر قرار التمكين من النيابة العامة، ولا حتى لو سجل في مجلس الامن مش في شارع عقار، مفيش حاجه تمنع من تنفيذ قرار التمكين ابدا، مش كده؟ ابدا، لان القانون اعلى مصلحه الاسره عن اي حاجه تاني. الاسره الحاضنه تاخد اولادها وتقعد في الشقه وما تقوليش انك شاري وحسن النيه والكلام ده كله. اتفضل. مع ان انا مش عايز افتح باب الاسئله لان احنا في محاضره مش في مناقشه. اتفضل هاني، ما اتفضل، انا عارف انك عايز تقول ايه. هي دي طبعا هتخش بقى في مشاكل بقى، ايه متى اشترى والشراء ثابت، هل ثابت مثلا بالتسجيل شهر عقاري، او ثابت مثلا او العقد اتخذ عليه اي اجراء رسمي، ومتى كان قرار التمكين، وهل في كان في حسن نيه ولا سوء نيه من المشتري. خلي بالك ممكن يكون الزوج باع حتى لا يمكن الزوجه من التمكين. يعني انا هشرع في طلاق مراتي مثلا، سين من الناس هيشرع في طلاق مراته وعارف انها بمجرد ما تتطلق هتروح تعمل قرار تمكين، فيروح متفق مع سين من الناس ان يبيع الشقه وهي لسه معاها في الشقه، لكن المشاكل دبت ما بينهم فابتدى يخطط لها. اما ابتدى يخطط من ضمن التخطيط وراح سال المحامي بقى، وسموه محامي مخضرم شويه، قال له بص قبل ما تعمل اي مشاكل بيع الشقه. سوري، ما هو باع ولكن لم يمكن المشتري، ما المشتري لو ظهر هيبقى المشكله هتبقى قدام الزوجه مكشوفه. فباع وخلص ورقه وكله ولسه هي معاه، وبعد كده ابتدت تلم المشاكل وهوبا اتطردت. راحت النيابه تعمل محضر بان اتطردت، ثم ابتدت تقدم على طلب تمكين من الشقه وخدت قرار تمكين، وكان الشراء سابق. هنا بيحصل تحقيق من النيابه عما اذا كان هناك حسن نيه في عمليه البيع والشراء ولا لا. ممكن يكون كان ديت يعني خطه من المشتري لتسريب ملكيه الشقه، تمام، او لتهريب الشقه من قرار التمكين. فهنا بتبقى بترجع للقناعات النيابه. لكن اذا كنت انت شاري واخد اجراء رسمي قبل عمليه التمكين، هنا بيبقى موقفك قوي. بس خلي بالك القانون، النصوص القانونيه الجامده حاجه، والحياه هتلاقي في الحياه العمليه حاجه تانيه خالص. يعني مثلا على سبيل المثال في العقود بتتفق على شرط فاسخ صريح ان في حاله عدم دفع الاجره مثلا يتم فسخ العقد من تلقاء نفسه دون اللجوء الى القضاء، مش ده اتفاق؟ طب بعد ما دفعش الاجره بتروح تقول له يلا بره؟ لا، لازم دعوه برضه. عشان حتى هنا كده انا برضه عايز اشرح لكم الفرق ما بين الفسخ والتفسخ والانتساخ. هتلاقي ايه في الكلام ده على الورق، لكن تيجي في الحالة العملية تلاقي برضه لازم دعوة. يعني يبقى الفسخ منصوص عليه.
ومن تلقاء نفسك ومن وبدون اللجوء للقضاء، لكن في الحالة من لازم ترفع دعوة. فنرجع تاني لموضوع قرار التمكين اللي طالما فتحناه. فقرار التمكين علشان النيابة توازن ما بين عما إذا كان الزوج بيهرب الشقة أو التمكين ما كانش فيه، كان فيه حسن نية من الزوجة، دي بتحتاج تحقيق. ولكن المؤكد المتيقن إنك لو خدت إجراء رسمي على الشقة كتسجيل شهر عقاري طبعا ديت اوعى تقول لي حيازة، لأن نخرج القرار التمكين مين يخرج؟ أي حد في الشقة. لكن لازم يكون معاك ورق رسمي بإن حصل إجراء رسمي على الشقة قبل قرار التمكين. تمام؟ فده اللي يضمن الحق. غير كده لا، العقود العرفية أصلك ممكن تكتب عقد النهاردة وتعمله بتاريخ من سنة فاتت، مش كده؟ يبقى اللي يضمن الحق إجراء رسمي على عقد البيع علشان تتوقع هذا القرار اللي أصبح خطير جدا، قرار التمكين بتاع الزوجة على الشقة. لأن يا مناس وعندي قضايا في المكتب كثيرة في هذا الخصوص، بعد ما يشتري يفاجأ أن هناك قرار تمكين من الزوجة، وقرار التمكين المباحث بتيجي تنفذه والنيابة بتنفذه، سيبك من المباحث، المباحث دي يعني مجرد أداة، لكن النيابة بتنفذه غصب عن أي حد في الشارع. عشان كده لازم تبقى حريص قوي لو حد جه قال لك أنا بشتري شقة وعايزك أنت تعمل الإجراءات القانونية بتاعتي. لازم تبقى حريص أولاً تشوف وتسأل عن الأسرة ديت اللي بتبيع، هل في مشاكل ما بين الزوج والزوجة؟ يعني كنا الأول بنسأل عن الأوراق، الأوراق مزورة، الشقة مسجلة، الشقة غير مسجلة، يعني أول ما كنت بتمسك في عقد بيع الورق علشان تضمن حقوق موكلك بتروح الشهر العقاري هيئة المساحة بتشوف هل في تأشير في هيئة المساحة على هذه الشقة، لأن كل شقة لها شهادة ميلاد في المساحة، عارفين الكلام ده؟ أي شقة في الدنيا في مصر بيبقى لها ملف في المساحة، ملف في هيئة المساحة اللي هي تبع الشهر العقاري. هيئة المساحة إذا كان اتخذ إجراء أي تسجيل أو أي إجراء رسمي على الشقة بيبقى موجود في الكشف المساحي إن فلان جه قدم طلب بتسجيل شهر عقاري. فأما بتروح بتسأل بنلاقي فلان قدم طلب، أه أقف عندك، ده في مشكلة على الشقة دي. لكن لو لقيت الصفحة بيضاء بتاعتها خلاص، أو لقيت الإجراء الرسمي الموجود في هيئة المساحة هو بتاع المالك اللي بيبيع لك، خلاص أنت كده في التمام. دلوقتي زاد عليها موضوع قرار التمكين ده. زاد، ولازم تاخد بالك، هسمعك حالا دلوقتي. ولازم تاخد بالك قوي أما تيجي تشتري شقة الواحد من ان انت بالفطنه كده تحريات بسيطه تعملها كده، الزوجه دي اللي بيبيع ده بيبيع حقيقي ولا عنده مشاكل مع زوجته عايز يهرب الشقه وخلاص؟ يعني ده غير انك تسال طبعا في شهر عقاري، لازم دي لازم، لكن الجديد انك تشوف هل عليها قرار تمكين ولا لا. ويا سلام لو رحت برضو الدائره النيابه اللي هي في دائره الشقه دائره العقار، انك برضو تسال وتتقصى عما اذا كان هناك قرارات صادره من النيابه العامه بخصوص هذه الشقه ولا لا، خاصه لو عرفت ان في مشاكل في هذه الاسره. ممكن يا استاذه اسمعك، قولي. هذه واحده، برافو عليك. من ضمن الحاجات اللي هي تضمن بيها ان ما بقاش في قرار تمكين، ان لما يجي زوج يبيع لك قول له لو سمحت انا عايز زوجة حضرتك تمضي شاهده على عقد البيع. يبقى كده ايه هنا قيمه الشهاده بتاعتها؟ انها لا تستطيع ان تتذرع بان هذا البيع تم بسوء نيه لتهريب الشقه من قرار التمكين، وشهدت خلاص على انها تعلم بان حصل بيع على هذه الشقه. ده من ضمن الحاجات المهمه اللي ممكن تعملها في العقود الايام دي، ودي حاجه مستجده على المصريين صراحه، حاجة مستجدة على المصريين ان الواحد يمضي زوجة المالك، يعني حاجة هتبقى حاجة فيها كسوف واحراج، وفي ناس هتتحرك تعملها، خلي بالك، في ناس لما تيجي تكتب عقد هتتحرك تعملها، لكن هي بتمنع مشاكل. يعني واحد يقول لك ازاي يا استاذ امضي مراتي انا ان انا شاهد؟ معلش عشان لو حصل يا استاذ الست هي موجودة هي ومخلفة وما عايشين بقى لنا 20 سنة مع بعض وبتاع، 20 سنة ايه ده؟ الدنيا بتتقلب في لحظة، الدنيا بتتقلب في لحظة.
وقرار التمكين ده. وبعدين قرارات التمكين ممكن حتى نبقى نعمل لها حلقه قصدي محاضره لوحدها، لان يعني فيها ظلم شويه الحاضنه، ممكن ان القانون يشوف لها مخرج غير التمكين من المنشأة الزوجيه يعني، لان التمكين من المنشأة الزوجيه دي حاجه قاسيه جدا يعني. ممكن يشوف لها مخرج زي شقه مستاجره بنفس القيمه في نفس المكان بنفس القي يعني بنفس يعني ما تكونش اقل من الشقه، لكن موضوع شقه الزوجيه الشقه التي تزوجت فيها دي يعني ساعات بتخرب بيو يعني، ساعات بتيجي تنهي على حياه انسان يعني. طيب نخرج بقى من موضوع قرار التمكين ده ونشوف اما نيجي نبدا زي ما قلت الدعاوى اللي هي من لاف وشين على طول، دعاوى الفسخ ودعاوى التسليم. لو عملنا اطلاله على دعاوى الفسخ، في حاجه يا استاذ؟ في حاجه؟ طيب اما نيجي نعمل اطلاله على دعاوى الفسخ، الاول الفسخ ده معناه انهاء الرابطه العقديه، انهائها. وميزه دعوى الفسخ عن اي دعوى انك انت لما بتفسخ العقد بحكم قضائي بترجع الحالة إلى ما كانت عليه في الأصل، بيرجع المالك والمشتري إلى نقطة الصفر فبتسترجع فلوسك. ودايما لما تيجي ترفع دعوة فسخ يبقى لازما إيه؟ لازما دعوة الفسخ تضمنها رد الثمن والتعويض إذا كان له مقتضى. التعويض ده حتى أنت بتطلبه بقى والمحكمة هي اللي بتنظر فيه إذا كان له مقتضى، بس دايما تضمنها صحيفة الدعوة رد الثمن مع التعويض. فهو الفسخ عن أي دعوة تانية خاصة بإنهاء العقود بيضمن لك إنك أنت تسترد ثمن الشقة مع إذا كان في تعويض من عليه. طب الفسخ، دعوة الفسخ، أوعى ترفع دعوة فسخ إلا ما يسبقها إنذار وإلا تاخد عدم قبول. دايما انت تاخد بالك من الحته دي، دعوى المدني بالذات، دعوى المدني، عشان كده المدني اصعب من الجنائي في الحته دي. الجنائي بعد شويه تمرس كده 10 سنين شغل جنائي تلاقي العمليه مستسلمه معاك. والجنائي عن المدني طبعا، الجنائي كله فطنه، الجنائي لمحه، المدني دراسه وبحث وجهد، الجنائي قرار اتجاه. يعني خلي بالكم في الجنايات تلاقوا في جنايه محامي يبقى بيخش من مدخل واحد بس، محامي عايز يخش من كذا مدخل. اسالوا بقى الاستاذ حسين الجمان عن موضوع الجنايات ده، ده استاذ الجنايات في مصر. ده الجنايات ممكن واحد يجي يلاقي 10 15 ملحوظه في القضيه يبقى عايز يروح يقولهم كلهم قدام المحكمه، وفي محامي فطر هي دي أنا هجيب البراءة من دي ودي اللي هاخد فيها وقتي قدام المحكمة ودي اللي هقنع بها المحكمة ببراءة موكل. في محامي تاني يبقى بيتكلم في دي ودي 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 يعوم المحكمة معاه. لكن عشان كده يقول لك المحامي الجنائي محامي لازم أن يكون موهبة. مش كده بقى المحامي المدني، لا ده المحامي المدني محامي بحث ودراسة وعنده موهبة برضه في اختيار نوع الدعوة، أنا قلت اختيار نوع الدعوة فطنة وموهبة. لكن الجنائي ممكن بعد شوية سنين كده خلاص تعتمد على خبرتك، قراءتك تبقى في أحكام النقد بسيطة، في المراجع بسيطة، لأن خلاص أصبحت مجموعة خبرات. لكن المدني لا يستطيع المحامي المدني عن التخلي عن الكتاب. دايما بيرجع للكتاب ويبقى لسه شغال دعوة مدني لسه قريبة وقعد يبحث فيها وجاله دعوة تاني يقعد يبحث تاني، لأن كل المشكلة دي فيها تكاية بعيدة عن دي، فهي بحث ودراسة وفلوسها خلي بالكم كويسة يعني. دعوة مدني يعني دعوة الجنائي أي نعم
لكن الدعاوى المدني ساعات بقى تاخد دعوه مشاركه كده، وخاصه المحامين المدني اللي بيعملوا شركات من كتر بقى تمرسه وسمعته وتاريخه، تبتدي ياخد شركه تعمل له مرتب محترم شهري 50,000 100,000، الناس بتاخد بال 200,000 في الشهر من الشركات الكبرى، لانه تمرس في الدعاوى المدنيه واصبح شاطر فيها. ما خلي بالكم المهنه اللي همهمه عن 200,000 100,000، المهنه الشاطر فيها بيكسب قوي، واللي مش شاطر فيها واستهتر فيها بيفتقر قوي. عشان كده كان في استاذ من الاساتذه الكبار الله يرحمه في مصر كان يقول المحاماه تعطي من يعطيها خير عطاء، تخليه سري، وتضن على من يضن عليها، وتحوله لانسان فقير. فاش وسط، خلي بالكم اللي بيجتهد فيها قوي بيغتني ويعيش سري، واللي بيهملها بقى وياخد القضيه بس يقراها كده 5 دقايق وبتاع ومش عارف ايه، ويكتب صحيفه الدعوه باهمال ده يبطل مهنه احسن. لازم تجتهد وتبقى ليه النهار دماغك في القضايا اللي عندك، وتفكر وتحدث، ولما تيجي تكون مستندات لقضيه تبقى تقعد تدرس وتبحث، وازاي المستند ده هيفيد بايه والمستند ده هيفيد بايه. هذا الخط فين؟ في الميكروفون ولا ايه؟ ايه ده؟ طب نشوف ده في الميكروفون. فهو المحامي المدني لازم يبقى عنده قدرة على البحث، قدرة ذهنية وقدرة صحية، يعني يقعد طول الليل عشان يبحث عن معلومة، أو ممكن يقعد أيام وليال عشان يبحث عن معلومة صحيحة. طيب نرجع نقول ايه؟ خلي بالكوا في الدعاوى المدنيه من الاعذار اللي هو الانذار. فدعاوى الفسخ، دعاوى التسليم، من الدعاوى المطالبه، من الدعاوى اللي بتحتاج انذار قبليها، لازم 15 يوم من تاريخ اعلان المنظر اليه او المعلن اليه، 15 يوم تبتدي ترفع الدعوى عشان تتوقع الحكم بعدم القبول، عشان تتمم الشكل. طيب عايز بس اعرفكم حاجات كده في الفسخ، لان في طلاسم كده خاصه الناس اللي راحوا قدموا في هيئات قضائيه، ساعات يسال كده يقول له ايه الفرق بين الفسخ والانتساخ، ايه الفرق ما بين الفسخ والتفاسخ، ايه الفرق ما بين الفسخ والتنفيذ. ف عشان ما تخلوش الالفاظ تاخدكم كتير وتحسوا ان عمليه عقد، لا دي عمليه سهله جدا وهي المعنى فيه. يعني لما نيجي نقول ايه الفرق ما بين الفسخ والانتساخ، الفسخ هو ان يكون هناك عقد ما بين طرفين وحصل اخلال من احدى الطرفين، فالطرف الاخر بيلجا لدعوى الفسخ، فسخ عقد البيع او فسخ عقد الايجار. اما الانتساخ، العقد بينفسخ من تلقاء نفسه، بتبقى على البيع والمشتري بسبب اجنبي، قوة قهرة خلت تنفيذ العقد مستحيل، زي زلزال، واحد تعاقد مع واحد على توريد شحنة من مصر إلى ليبيا، وحصل حرب أهلية، أو حصل حرب ما بين الدولتين، أو حصل في دولة أوروبية جاية تحتل ليبيا، طب مش مصر طبعا، ما حدش يقدر يحتل مصر، جاية تضرب في ليبيا، فحصل استحالة في التنفيذ، فهنا اصبح العقد لازم ينفسخ بقوه القانون. يبقى ده الفرق ما بين الفسخ والانفساخ. الانفساخ هو اصبح استحاله تنفيذ العقد بسبب اجنبي، يبقى هنا ايه؟ انفساخ مش فسخ. طب ايه الفرق ما بين الفسخ والتفاسخ؟ التفاسخ دايما يبقى رضا بالتراضي، المالك والمشتري قرروا الاثنين بناء على ظروف استجدت ان هما يفسخوا العقد، خلاص. يبقى الفسخ دايما بيبقى بايه؟ بالتراضي. الانفساخ قوة قهرة، سبب اجنبي. الفسخ ارادة احدى الطرفين، هو اللي اراد الفسخ. ارادة احدى الطرفين اللي قررت الفسخ. يبقى هنا ده الفسخ، الانفساخ، التفاسخ، والتنفيذ طبعا احدى الطرفين أخل ببنود العقد، عمل عقد وأخل، الطرف الآخر عايز ينفذ،
من مصلحته انه ينفذ، فبدل ما يطلب فسخ العقد يطلب تنفيذ العقد. واحد عايز يفسخ واحد عايز ينفذ، فبيرفع دعوى تنفيذ العقد، الزام، دعوى الزام بتنفيذ العقد. الدعاوى ديت بتبقى اثبات ان الطرف، يعني لو رفعها المشتري يثبت انه التزم بكل بنود العقد، و المشتري او البائع هو الذي اخذ، بيرفع دعوى تنفيذ العقد. فادي الفرق ما بين الفسخ والتفاسخ والانفساخ، عشان ايه لو لقيتوا اللفظ ده في قضيه ما يبقاش الموضوع بالنسبه لكم مبهم. في كمان البطلان، يقول لك يعني ايه، هو في فرق ما بين ان نفسخ عقد وان نرفع دعوه ببطلان عقد؟ اه طبعا في فرق. الفسخ قلنا شرحناه، الفسخ هو اخلال واحد ببنود العقد، باحد بنود العقد. لكن البطلان برافو عليك، في ركن من اركان العقد باطل، حصل خلل في العقد، حصل ان العقد كله او بعضه او جزء منه اصابه البطلان، اصبح مخالف للقانون. يعني واحد بيبيع مثلا شيء ولقى الشيء ده ملك لنقابه المحامين او ملك لوزاره الماليه او ملك لاي جهه، حصل غلط، هو كان فاكر ان الموضوع ده ملكه وان الارض دي ملكه، وطلع ان الارض تانيه، لا باع حته تانيه، تمام؟ فده غلط في العقد، غلط في العقد، ده ممكن يرفع دعوى بطلان او ابطال العقد. ده الفرق ما بينه وبين ايه؟ الفسخ. طبعا الفسخ سبق وقلنا بان ممكن يكون فسخ قضائي من القاضي، يعني لازم تلجا الى القاضي، وده بيلجا له احدى الطرفين، يكون في خصومه فاحدى الطرفين بيلجأ دعوى امام القاضي للفسخ، وممكن الفسخ بحكم الاتفاق، الماده 158 ماده، يعني ممكن تفسخ بحكم الاتفاق انت والطرف الثاني بتتفقوا على فسخ العقد، وممكن الفسخ القانوني اللي هو قلنا الانفساخ، والانفساخ ده بيبقى لازم دعوة، وممكن القاضي في الدعاوى بتاعت الانفساخ بمجرد ما يثبت أمامه أن العقد أصبح مخالف للقانون بيحكم بيه من تلقاء نفسه. طب إيه آثار الفسخ؟ بعد ما أرفع دعوى الفسخ، آثار الفسخ هو قلنا قبل كده رجوع العقد إلى نقطة الزيرو، خلص صفر الحالة. أنا قبل ما أعقد أنا معايا مليون جنيه اديته من المشتري، برجع المليون جنيه. أنا المشتري كان معايا أرض، برجع أرضه. كل واحد ياخد حقوقه. إلا إذا كان الفسخ بناء على غش حصل أو تجليس، ممكن أضمن دعوى تتضمن دعوى الفسخ طلب التعويض. قلنا إن الدعوى الفسخ لازم ليه إنذار. اوعى حد يجي يرفع دعوى الفسخ قبل ما يرفع انذار. في بعض الدعاوى اللي بترفع، يعني انا عندي دعوى في مكتبي، انا دعوى اتعرضت على القضاء المصري وفيها عوار كبير جدا، ومع ذلك راحت لمحكمة النقض. كان عقد توريد، عقد توريد، ودي من العقود برضو خلي بالكم اللي ممكن تقابلكم في بداية حياتكم العملية، عقد التوريد ده يعني العقود اللي ما بين التجار. عقد توريد ما بين شركتين، شركة هتورد لشركة، شركة هتورد لشركة، دي ترفع عنها دعوة مطالبة، لا فسخ ولا تسليم ولا تنفيذ
دعوة من دعاوى المطالبة، شركة وردت عملت عقد توريد لشركة تانية، نحاس، خلينا نقول نحاس، الشركة اللي هي المورد إليها الطرف الثاني في العقد دفعت مبلغ مقابل توريد النحاس، والشركة الثانية وردت النحاس لكن ما عندهاش، ما مسكتش ما يثبت التوريد، فاستغل المورد إليها هذه النقطة ورفع طلب فسخ العقد وإعادة الثمن والمطالبة بالثمن. المحامي أول ما فكر في دعوة المطالبة، في محامي تاني كان الشركة التانية دي مقومة هيئة الدفاع، قال لا انسى، تعالى نرفع دعوة فسخ لعدم الإخلال، للإخلال قصدي، ببند من بنود العقد، هو بند الإيه؟ تسليم البضاعة. أما رفع دعوة الفسخ مع إنه شركة، كان المفروض يرفعها على إيه؟ الشركة ترفع على إيه؟ دعوة فسخ يختصم فيها الشركة التانية، الشركة بتختصم الشركة، لا، اختصم المراقب المالي بتاع الشركة اللي هو كان له ذكر في العقد ان الفلوس تودع في حسابه لان هو المحاسب بتاع الشركة. هذه القضية اترفعت من شركة على شخص، مع ان المفروض في القانون المدني الشركات لها ممثل قانوني، والممثل القانوني غالبا بيكون رئيس مجلس إدارة الشركة. إذا رفعت دعوة من شركة على شركة لازم ترفعها على من يمثل الشركة القانوني. تم رفعها على فرد وليس الشركة في مصر هنا، مع إن الشركتين من دولة عربية عمانيتين. فرفع دعوة فسخ على شخص، وكان في العجب العجاب في هذه الدعوة. عقد التوريد ده كان فيه شاهد. أما رفع الدعوة، رفع الدعوة على المحاسب والشاهد اللي في العقد. والشاهد اللي في العقد. يطالبهم بفسخ عقد التوريد ورد الثمن. ورفعها هنا في مصر. أنا بقول لكم الدعوة دي ليه؟ هي جت على بالي كده وانا بتكلم عن دعوه الفسخ لانها فيها كذا معضله، وعشان تعرفوا فيها كذا حاجه. ان في الشركات اما تيجي ترفع، اللي هي في الدول بالذات، اما تيجي ترفع من شركه على شركه لازم ترفع على الممثل القانوني رئيس مجلس اداره الشركه. طيب وترفع فين؟ اما تيجي ترفع في هنا شركه في مصر، أو خلينا نمثل بالدعوة، الشركتين في عمان، الشركة لما تيجي ترفع على شركة المحاكم المختصة تكون محكمة إيه؟ عمان. طيب، إذا رفعها هنا في مصر على اعتبار أن المحاسب مصري، يبقى أخطأ في حاجتين. أولاً ما رفعهاش على 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 في مقر الشركة، ده غير إنه ما رفعهاش على رئيس مجلس إدارة الشركة، وما رفعهاش حتى في الدولة في المحكمة المختصة اللي هي فيها مقر الشركة، يبقى فيها عدم اختصاص دولي، عدم اختصاص محلي، ولا عدم اختصاص ولائي؟ ولائي. المحكمة صاحبة الولاية هي محكمة عمان. أصل احنا ما نقول نوعي نقول هنا، ما محلي نقول هنا في مصر، ما بين مصر ومصر. المحكمة المختصة بالولاية بالولاية على هذه القضية هي محكمة عمان، رفعها في مصر، أدي خطأ. تاني خطأ إن ما رفعهاش على رئيس مجلس إدارة الشركة. تالت خطأ إن أما ترفع دعوة من شركة أجنبية في دولة تانية لازم ان يتوفر حاجه من الاثنين، يا اما
الشركة الدولة الثانية ديت فيها فرع لهذه الشركة، يعني أنا دلوقتي شركتين متعاقدتين، برفع دعوة من شركة على شركة، لازم يكون الموضوع العقد اللي رفع بيه الدعوة يدخل في نشاط الشركة دي. طب أنا رفعتها على فرع في دولة تانية، لازم أن يكون الفرع هو المتعاقد مش المركز الرئيسي. يبقى أخطأ في الشخص في الشركة، ما رفعهاش على الشركة، أخطأ في الشخص، أخطأ حتى في الاختصاص الولائي للدولة. ومع ذلك هذه القضية خدت حكم بإلزام الشخص المصري مع الشاهد متضامنين برد المبلغ. وكان أعجب أن يصدر حكم بإلزام شاهد برد المبلغ. الشاهد والمحاسب. يعني لا اختصم رئيس مجلس الإدارة ولا اختصم صاحب الشركة، لا اختصم المحاسب والشاهد في العقد. هذه الدعوة ما زالت الآن منظورة أمام محكمة النقد، دعوة، لأنها إيه؟ ده الحكم صدر ابتدائياً بإلزام الشاهد برد المبلغ متضامن مع المحاسب والاستئناف أيد، وهذه الدعوة الآن منظورة أمام محكمة النقد في غرفة المشورة. فأحياناً طب ده بيبقى خطأ محامي لم يبين المحكمة، ساعات، ما خلي بالكوا أنت لا تركن إلى المحكمة إنها تعرف كل حاجة من نفسها، لازم أن المحامي دايما يبقى صاحي المستندات اللي قدامه وصاحي للدفوع. علشان كده يبقى المحامي المدني مهتم قوي. ممكن المحامي الجنائي على فكرة وهو قدام المحكمة الجنائية ياخد براءة من حتة صغيرة كده في القضية ضغط فيها ودي تبرر، لان المحامي الجنائي محامي قناعات، قصدي القاضي الجنائي القضائي قناعات، يحكم بالقناعه. اذا المحامي لعب واستغل ان يهد قناعه القاضي في الادانه هياخد براءه في 5 دقائق. لكن المحامي المدني بحث ودراسه ومشوار نضال، بنسمي القضيه الخصومه القضائيه نضال، بيناضل حتى ياخد حقوق موكلة. عشان كده والنضال بيكون في ايه؟ في تجهيز المستندات والبحث والدفوع، ودايما مهتم بالدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية. بس المحامي الجنائي عنده ذكاء. شوف عايز يعني شوف ده الصح يعني. نعم، الاثنين عندهم ذكاء. المحامي الجنائي صاحب فتن امام المحكمة الجنائية، لان ممكن يغير المرافعة لو رأى من الارض. يعني لو راح يعني انا كنت مره حاضر قدام من الله كان الله يرحمه، من القضاء اللي كانوا بيسموه قضاء جبار، اللي هو القاضي عز ايه؟ محمد عزت عشماوي. محمد عزت عشماوي كان قاضي وكان المحامي اللي واقف قدامه لازم يكون صاحي قوي، لان يعني بيناقش المحامي كان بيدرس القضيه قبل ما يطلع على المنصه، وبيحافظ القضية أكثر من المحامي، المحامي لو مش صاحي يحرم. وقدامي مرة قال لي محامي يا أستاذ كلمني في عدم المعقولية، المحامي ده يتكلم بقى ببطلان الإجراءات وبطلان القبض والتفتيش فهو قال لي كلمني في عدم المعقولية، فالمحامي قال له بس يا ريس بس هتكلم في البطلان الأول، قال له كلمني في عدم المعقولية يا أستاذ. فالمحامي كان شاب برضه يعني، فقال له ده بس هتكلم في البطلان الاول، قال له يا استاذ لازم يكون ما بين المحكمه والمحامي خيط رفيع غير مرئي، يعني ما يفهموش لو المواطن قاعد. انا بقول لك اتكلم في عدم المعقوليه لان هدي براءه في عدم المعقوليه، لان هي دي اللي فيها البراءه. طيب ما قالش القاضي، ما قالش المحامي، يبقى فتره وهو بيترافع يلاقي المحامي القاضي وقف عند حته بترفع الاستاذ كده واهتم بيها قوي، يروح ضابط فيها بقى، لاني لفتت نظره ومن عينيه كده يحس ان دي هدت القناعه بتاعته، هدت قناعته، يمسك فيها ويضرب ويحاول بقى يفردها ويظهرها. المحامي الجنائي طبعا هو والدايره، في دايره ما تاخدش بالدفوع الشكليه في قضايا فما يهتمش بيها، يبقى مش رايح بقى عارف ان الدايره ديت ما بتاخدش بالبطلان اجراء ولا بتاع، دايما عايز يبني قناعته على الموضوع، على المعقوليه، على المنطق بتاع القضيه. لكن يبقى المحامي الجنائي لازم يكون فاضل،
لنوع الارض اللي قدامه وطريقته واتجاهاته، وممكن يغير في اثناء المرافعه يغير ويبدل. لكن فطنه المحامي المدني في اختيار نوع الدعوه، في كيفيه ده، في مستند ممكن تقدمه يضرك مع انه مستند حقيقي، في اختيار نوع الدعوه، في يعني مثلا محامي عارف ان القضيه دي قضيه خبير ويروح يترافع وينسى موضوع الخبير، يعني قضيه فنيه، مساله فنيه بحته، القاضي مش ومع ذلك ما يطلبش خبير في الدعوه، او يطلب الخبير باهمال، او يطلبه على سبيل الاحتياط، فالقاضي يحس ان هو مش ضاغط في الطلب. ما كل فرع في القانون له يعني ذكائه وفطنته. تمام؟ اي نعم بقى المحاماه اللي هي بقى اللي هو عايز يتخصص شركات بس وعايز يريح مخه شويه اجراءات ويعملها، او عايز يتخصص شهر عقاري ويريح مخه، دي حاجه ثانيه، هيبقى محامي وهيكسب كل حاجه، بس مش هيبقى محامي لامع، مش هيبقى محامي اسم، مش هيبقى محامي تاريخ زي المحامين الجنائيين الكبار والمحامين المدنيين اللي هم بيعملهم تاريخ من هذه المهنه العظيمه. عايز اقول ايه؟ في الاخر بقى، اني دايما مع اهتمامي بنوع الدعوه المدنيه اهتم باجراءاتها، واشوف قبل ما ارفع الدعوه بالذات المواعيد والتقادم، واذا كان في سقوط او مواعيد فيها تقادم اهتم بيها قبل ما ارفع الدعوه. الموكل لما يجي لي لازم من الاول اشوف المواعيد، مرغم اخد قضيه واخد اتعبها ويكون مواعيدها فاتت، ويكون مواعيدها فاتت، وما ينفعش برضو استعجل في اتخاذ قرار سواء برفع دعوة أو بدفع. يعني أنا عندي محامي رفع دعوة مطالبة بمراس، جيت كان حائز أرض لمدة 10-15 سنة ومات وأحد أولاده بس اللي هو حاز الأرض مكانه، وبعد الحيازة جت مجلس المدينة أو المحافظة أعلنت عن إنها طرح الأراضي دي، اللي عايز يتقدم للبيع يشتري. فالوريث الوحيد اللي اتقدم اللي هو الحائز راح قدم طلب شراء واشترى وسجل العقد. فالورثة الأرض الأول كانت أي كلام بتمن أي كلام، مع الزمن الأرض بقت بملايين الملايين، فالورثة طمعوا قال لا ده إحنا لنا في الأرض دي، فرفعوا دعوة ميراث. فالمحامي استعجل، واول ما ترفع دعوه وراس دفع بطاقات. ركزوا في الحته دي مهمه جدا جدا وهختم بيها للجزائر يعني. اما رفع دعوه الميراث المحامي استعجل ودفع بتقادم الدعوه، لان مر 33 سنه على وفاه المورث. وراح القاضي لقى الدفع شكلا كده سليم، ريح مخه، راح حكم بعدم قبول الدعوه لتقادم الدعوه بوفاه المورث بمضي 33 سنه. استأنف، الاستئناف هيتعب مخه ايه؟ لقى الحكم كده، راح مأيد الحكم في الاستئناف، نقض. محكمه النقض لقت إن الأرض أصلاً ما فيهاش ورث. ده عقد مسجل. ولقيت الحكم باطل. فرجعت الدعوة لمحكمة الاستئناف عشان تحكم فيها من جديد. كسب الراجل القضية، الناس المجموعة اللي رفعت الدعوة للميراث كسبوا القضية. بس هم افتكروا إنه كسبوها في النقض. والباقي اللي كسب القضية ابتدائي واستئناف بدفع سقوط الدعوة بمضي المدة افتكروا إن كسب الدعوة برضه. لا ده كسب ولا ده كسب. صح كده؟ أنت مركز. أما رجعت الدولة الدعوة لمحكمة الاستئناف حضرتها أنا، كنت موكل فيها، وأول ما وقفت قدام المحكمة قلت لهم الدعوة ديت أولاً الموكلين بتوعي كسبوها ابتدائي وهم، افتكروا إنه كسبوها هم ما كسبوهاش وتم تأييدها استئنافي وهم، حكم أصلاً
لا يفيد هو والعدم سواء، لاني المحامي استرسل، انا قلت المحكمه كده، المحامي استرسل ودفع بتقادم الدعوه بوفاه المورث والمحكمه استسهلت وراه، وجات محكمه الاستئناف استسهلت وهو في الاخر ما كسبش الدعوه، لكن المحامي المفروض كان يلجا لايه؟ برفض الدعوه، لان الارض اصلا ليست ارض ميراث وانما هي بيع مسجل ما بين احدى الورثه، هو احدى الورثه لكن اشترى من المحافظه بمزاد علني واصبح مالك للارض، والحيازه هنا لا تورث، الورثه اللي رفعوا لها البراءه رفعوا على اساس ان هم ورثه حيازه، لكن هو اصلا الحيازه لا تورث، اللي ورث الايه؟ العقود. فعشان كده كسبناها في الاستئناف بايه بقى؟ بمكسب حقيقي وهو رفض الدعوه، لان المال الحائز الفعلي للارض هو مالك بعقد مسجل وليس حائز عن المورث الاساسي. وبكده نبقى الى حد ما قدرنا نعرفكم ازاي الحاله العمليه في الاول، اول ما بيكون لكم دعاوى بتبقى معظمها مطالبه تسليم فسخ، وعرفنا لكم الى حد ما العقود ومشاكل العقود، وان شاء الله نكمل في محاضره لاحقه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.